بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، نقول لهم شكرا جزيلا. تنشكر الناس اللي تيخليو تعليقات زوينة في حق في حقي وفي حق القناة. وش نقول لكم؟ عواشركم مبروكة، كل عام وانتم بخير وعلى خير ان شاء الله بحول الله وقوته. اليوم غادي نهضروا على الرزق، لان الرزق شاغل بزاف الاشخاص. الرزق الطلبات كثيرة، ولكن المصاريف كثيرة، ولكن الأجرة قليلة. تنبغوا نحطوا بعد الوصفات للرزق ولجلب الرزق على حسب تكون البركة في الرزق. باش حنا الوقت اللي نبغيو نخرجوا الفلوس تكون عندنا، نعرفوا اشنو غنشريو بها، وتكون الفلوس عندنا فيها البركة، تكون القيمة المالية اللي عندنا في الشنطة ديالنا تكون عندها واحد القيمة، ونكونوا نصرفوها في الخير. إذن على بركة الله نبداو الوصفة. غنشريو بزطام جديد إن شاء الله، غنشريو بزطام جديد. الكين البنات تقول لهم خاصكم تشريو بزطام جديد، تقول لك لا بزطام عندي قديم. الوصفة فيها بزطام جديد، نحاولو نشريو بزطام جديد. كان البزطام حمر نشريوه حمر، لان علاش نديرو احمر؟ لانه في الطاقة الايجابية انها خاصة تكون احمر او بني، لان الاحمر يثير الانتباه والبني يثير الانتباه. اذا هنا اصحاب الطاقة حطوا الوصفات ديال الطاقة الايجابية في جلب الارزاق. الله هو الرزاق، ولكن الدبدبات ديال الطاقة ديال كل شخص هما حطوا الجاذبية في اللون الاحمر. اذا حاول نخرج شري محفظة صغيرة، هذه بعشر دراهم لا غير، وجيدة وفيها جيوب وكل شيء. نحاول أنني أول حاجة غادي نبخرها بالجاوي، نبخرها بقليل من الجاوي الأحمر أو الأبيض. الأسود لا، كاين الأسود في الجاوي، ولكن ناخد جاوي الأحمر أو الأبيض نديره هنا في ونبخرها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله سبعة مرات، ونحيد المحفظة، ونحيد المحفظة، ونحاول نصوب واحد الكميميسة ديال الرزق، ونحاول أنني بخرت المحفظة بالجاوي الأحمر أو الأبيض. نحاول نصوب واحد صغيرة ديال القبول إن شاء الله، باش يكون عندك رزق وفير. ناخد درهم. الناس اللي ما عندهمش بحال هاد الفلوس ياخدوا يكون فلوس ورق، اي ورق او هاد الفلوس العملة. هاد العملة نحاول بسم الله نحاول نحط فيها قليل من الورد، وردة واحدة، قليل من الحرمل، قليل من الحرمل، ونرشها بقليل من البارفان، اي ريحة تكون طيبة عندك، وقليل من الجاوي، قليل من الجاوي. باش يكونوا عندك الفلوس نقرا عليها الفاتحة مرة واحدة، ونقرا عليها آية الكرسي مرة واحدة، وقل أعوذ برب الفلق مرة واحدة،
قل اعوذ برب الناس مره واحده، ونجمع هاد سميتو باش يكون عندك المحفظه تكون فيها بركه وتكون فيها خير ان شاء الله. اذا نجمع هذه وندير لها بسم الله، ما نعقدهاش، نخليها هكا، نديرها هكا، ندير لها بابي الومنيوم ونجمعها ونديرها وراء في الجيب اللوراني، ما يشوفها حتى حد وما يعلم بها حتى حد، لان الحاجه الى كتمتيها من الاحسن تكون يكون الوقت اللي نبغي ندخل الفلوس الى المحفظه نحاول نحط واحد درهم ولا جوج للصدقه او اثنين للصدقه، ونحاول انني نصدق باش يكثر عندي الرزق، ولكن دوم على صورة الواقعة كل يوم. في الليل نقراها، كل ليلة نقرا صورة الواقعة باش ربي يكثر لي الرزق ويكون عندي نصيب في الرزق، حيت كاين بعض الاحيان تيكون الرزق تيطير في الهواء، ما يكونش عندك البركة. البركة تنديروها بالصلاة على الرسول ونقرأ القرآن بزاف وباستغفار. إذن ما بقى لي غير نقول لكم الله يعاونكم، الله يسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الله يكون لكم عونا ومعينا على كل أموركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.